ناطق ضد المحسوبية ناطق وبينتهم العربة وصامدون صامدون. هاد الوقفة هادي اللي جات أولا لسياسة الأذان الصماء اللي كتنهجها الإدارة في أنها لحد الآن لم تستجب لطلبات الحوار لحيث أن النقابة المستقلة بكل مسؤولية ولأنها كتعترف وكتعرف راسها مؤسسة دستورية اللي من أول مبادئ ديالها هو الحوار وحل المشاكل عن طريق الحوار. لحد الآن الإدارة لم تستجب لطلبات اللقاء معها من أجل حل مجموعة المشاكل اللي كتخبط فيها سواء لا المواطنين ولا الأطر الصحية داخل المستشفى. اليوم النقابة المستقلة كتدعو الإدارة وكتدعوها بشدة أنها تفتح مجموعة من المصالح اللي هي مغلقة لحد الآن وهي مصالح حيوية، لأن حرام أن الساكنة ديال الرباط اللي هي العاصمة أنها تكون محرومة مثلا من قسم الإنعاش، قسم الإنعاش اللي هو مقفل منذ بداية فتح هذا المستشفى لحد الآن مغلق، كذلك مصلحة طب المواليد والخدج اللي هي مغلقة لحد الآن، زائد أن مجموعة من المصالح لا تتوفر على الأطر التمريضية الكافية للسيرورة العادية ولتوفير خدمات ذات جودة للمواطنين، في حين أن الإدارة كتقوم بتنقيل مجموعة من الممرضين وتقني الصحة لمراكز أخرى سواء صحية أو مراكز استشفائية أخرى خارج المستشفى. الوقفة ديال اليوم كما سمعتوا ارتسامات ديال المواطنين قبل ارتسامات ديال شغيلة، غير شافوا الصحافة بداو كيتوجهوا لها بالشكايات ديالهم. حنا كممرضين وتقني الصحة وكشغيلة ديال المستشفى الجهوي مولاي يوسف كنتأسفوا ملي كنشوفوا مقالات صحفية ديال المواطنين في الشارع تيهضروا على ما كاينش أباري سكر، ما كاينش الراديو، ما كاينش أبسط لي غياكتيف ديال لابوغاتواغ ما خدامينش. كنتأسفوا حيت حنا كاينين، حنا خدامين كنديروا أكثر من جهدنا. فين هي الإدارة ديال المستشفى؟ ملي كتعطي إدارة ملي كتعطي مستشفى من هذا الحجم هذا الإدارة هاوية ما عندهاش أدنى تجربة في التسيير كتعطي هاد النتائج هادو. هل يعقل أن غلوكوميتر لاباري ديال عبير السكر أبسط مواطن في دارو عنده غلوكوميتر كيسوى 300 درهم فهمتي وقل وكثر، علاش ما غيكونش في المستشفى؟ علاش ما يكونش المستعجلات؟ مواطنة جات كتصور مع منبر صحفي تتقول لهم صيفطوني للدار وممرض مسكين تسلف ليا من عند مريض آخر باش دار لي عبر لي السكر. واش هاد الهضرة ماشي حشومة في العاصمة؟ السيد الوزير كيمشي لدريوش كيراقب مستشفى دريوش أجي عندنا حنا الوالة زيارة وحدة اللي دارنا السيد الوزير جانيشن للقاعة ديال القسطارة، والقاعة القسطارة براسها هي يعني يندى لها الجبين، واحد القاعة اللي تم تجهيزها بملايين ديال الدراهم واحد المبلغ خيالي وبالتالي تبقى مسدودة ما تخدمش، راه حشومة. هذا سوء تسيير، هذا إهدار للمال العام. ملي كتلقى هاد لي زانفيستيسمون كاملين 8 ديال الأسرة شوفونت اللي شراهم اقتناهم المستشفى وراهم دابا في المخزن ما كيتستعملوش بواحد الثمن خيالي، وكان ممكن تشري شي حاجه مرخص، وحنا خصنا غير واحد ويقدر يخدم ويقدر ما يخدمش، علاش غتشري 8؟